ومن السياسة إلى الرياضة، ابقوا معنا. قطع رئيس اتحاد كرة القدم أنور الطشاني الشكوك حول تأجيل دوري الدرجة الأولى مجددا، حيث قال إن الدوري سينطلق في موعده، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية الكتابية والشفهية قد صدرت، إضافة إلى أن انطلاق الدوري يحظى بدعم حكومي من وزارة الرياضة ورئاسة الوزراء. أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أنور الطشاني بأن الدوري الليبي الممتاز سينطلق في موعده في 27 من الشهر الجاري. الطشاني قال بأن الاستعدادات والإجراءات قد اتخذت لإنجاحه، نافيا كافة الأخبار التي تداولها الشارع الليبي حول تأجيله وعدم انطلاقه في موعده. بإذن الله الدوري سينطلق يوم الجمعة القادم بعد غد إن شاء الله يوم 27/9. جميع الاستعدادات اتخذت، جميع الإجراءات والترتيبات سواء كانت الإدارية أو الأمنية، الحمد لله تم الاستعداد لجميع المتطلبات والشروط اللازمة لبداية الدوري، وسينطلق الدوري إن شاء الله يوم الجمعة. الطشاني أكد كذلك بأن الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة تدعم انطلاق النشاط الكروي، مشيرا إلى أن الموافقات اللازمة وأهمها الأمنية متوفرة، فيما صدرت كذلك من لجنة المسابقات بطاقات اللاعبين إضافة إلى بطاقات الإعلاميين. موافقات كلها جاهزة، موافقات شفهية كتابية، ترتيبات أمنية، الأمور كلها جاهزة. الدولة مع عودة النشاط، وزارة الشباب والرياضة مع عودة النشاط، وزارة الداخلية مع عودة النشاط، رئاسة الحكومة مع عودة النشاط الرياضي، ليس هناك أي عوائق وليس هناك أي طرف سواء كان رسمي أو غير رسمي لا يرغب في عودة النشاط الرياضي مجددا. هل أصدرت بطاقات اللاعبين؟ نعم، اللاعبين استلموا بأغلب الأندية، مازال حوالي 2 أو 3 أندية مازال عندهم فرصة، طبعا تتعلم مباريات الجمعة والسبت والأحد والاثنين، فيعني أغلب الأندية الحمد لله استلمت بطاقاتها. اتحاد الكرة وبتوسط عدد من الأندية تمكن من حل إشكالية تسجيل اللاعب علي سلامة الواقعة بين الأهليين، لتحل بذلك مشكلة كادت أن تعصف بأول دوري بعد الثورة. ولينتظر الجميع صافرة البداية للحدث الكروي الأبرز الجمعة المقبلة. جميع الإشكاليات التي كانت عالقة والتي حرص الاتحاد الليبي وحرصت إدارات الأندية ورؤساء مجالس إدارات الأندية في ليبيا في جميع الدرجات، وهذه يعني سابقة الحمد لله أن حتى أندية الدرجة الثانية والثالثة كانت مصرة وحريصة على إنهاء كافة الخلافات لدوري الدرجة الأولى، رغم أنهم لا يلعبوا في دوري الدرجة الأولى، ولكن حرصا على أمن ليبيا وعلى استقرار ليبيا، وأن تساهم الرياضة في إزالة كافة التوترات، في إزالة كافة الاحتقانات بين الليبيين. معتز الخريف، ليبيا، لكل الأحرار، طرابلس.